هم يسمونها صناعة المحتوى، أما أنا فأسميها صناعة المعنى، لأن هدفي الأعمق والأسمى من إنتاج أي فيديو لي هو أن أحس أن ما أقدمه لديه معنى من الدرجة الأولى. صراحة منصة يوتيوب علمتني ما لم أتعلمه طيلة حياتي، فهذه المنصة لم تعلمني فقط أن أكون أكثر إنتاجاً، بل علمتني أن أكون أكثر إبداعاً، والإبداع هو أكثر مهارة من مهارة القيادة طلبني الآن في كل أنحاء العالم. فصناعة فيديو بالنسبة لي يمكن أن يكون حلاً لمشكلة أو رسالة حب أو رسالة أمل، كما يمكن أن يكون أداة تعليمية سحرية، أو يمكن أن يكون كل ذلك في نفس الوقت. والنجاح في مجال صناعة الفيديوهات يعتمد بشكل كبير على خلق أفكار مبتكرة وإبداعية لا مثيل لها. فمسؤوليتي كصانع محتوى ليست هي أن أعرض كمية ضخمة من المعلومات، بل فقط أن أوصلها بطريقة يفهمها الصغير والكبير، لكن بمنتهى اليسر والبساطة. والسلام.